أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج عين على الحدث طبعا، والذي نبدأه بالإشارة إلى آخر الأرقام المتعلقة بانتشار وباء كورونا في الجزائر، حيث أعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم عن تسجيل 73 إصابة جديدة مع تسجيل 4 وفيات خلال 24 ساعة المنصرمة. طبعا بهذا الرقم يرتفع عدد الإصابات إلى 584 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 35 وفاة. طبعا في تفاصيل الوفيات فيما يتعلق بالوفيات الجديدة، فقد تم تسجيل وفاة واحدة بولاية بجاية، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 59 سنة في احتكاك مع مغترب، ووفاتين بولاية وهران تخص امرأة تبلغ من العمر 73 سنة ورجلا يبلغ من العمر 67 سنة، بالإضافة إلى وفاة بولاية البليدة، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 69 سنة. طبعا بالنسبة لعدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية الوباء، قد بلغت إلى اللحظة 37 حالة. طبعا وزارة الصحة تؤكد أن كل هذه الحالات تم تسجيلها على مستوى 38 ولاية، فيما سجلت الوفيات على مستوى 14 ولاية. طبعا مشاهدينا كان هذا فيما يتعلق بآخر الإحصائيات حول أرقام الوفيات وحالات الشفاء وغيرها بالنسبة لفيروس كورونا. أما فيما يتعلق بالمواضيع اليوم، أبدأ بالموضوع الأول والذي يبدو بأنه فيه تحول أو ربما فيه إعادة تكييف لنشاط بعض المؤسسات العمومية على غرار مجمعات صيدال، مجمع الصناعات الغذائية، مجمع النسيج والجلود، المجمع الجزائري للتخصصات الكيماوية، مجمع الصناعات المختلفة. طبعا كل هذه المجمعات مهمتها تكييف نشاطها بما يتوافق وصناعة الوسائل المستخدمة في الوقاية من الوباء. طبعا هو إجراء أيضا يتماشى مع ما يتم التعامل به بالنسبة لبعض الدول على غرار الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بما أنه الوضع استثنائي، يعني تم تكييف هذه المؤسسات لتضاعف قدراتها الإنتاجية. طبعا مشاهدينا للحديث عن هذا الموضوع، أسعد كثيرا باستضافة عبر الهاتف الدكتور مراد عروج المختص في الصحة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. طيب لو أبدأ بأول سؤال، يعني تكييف الإنتاج على مستوى هذه المجمعات العمومية الضخمة، ربما كيف سيكون انعكاسه على الوضع، خصوصا من ناحية نعلم جميعا أنه اليوم فيه نقص على مستوى وسائل الوقاية، فيها الكثير من النقائص، كيف سينعكس هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه المكالمة. بداية تعليق بسيط على الأرقام، يعني نلاحظ أنه فيه هناك تزايد في عدد الوفيات، هناك تزايد كذلك في عدد الحالات، وأسوأ شيء أنه هناك تزايد في عدد الولايات المصابة، يعني وصلنا اليوم إلى 38 ولاية، يعني تقريبا الوباء سيصل إلى كل ولايات الوطن. كتعليق على ما يحدث في الحجر الصحي على مستوى ولاية البليدة، في من ربع ساعة فقط في مكالمة هاتفية مع أحد الأصدقاء في البليدة، يعني يقول باللي لا زال هناك بعض المواطنين، أقول بعض المواطنين مازال ما خدوش الأمر بجدية فعلى مستوى ولاية البليدة التي أصابها الوباء، يعني أصابها الأكبر عدد من المصابين هو من ولاية البليدة، وحتى عدد الوفيات في البليدة هو عدد مرتفع جدا. فمن خلالكم ومن خلال هذه القناة الكريمة نداءنا إلى كل المواطنين على مستوى كل الولايات، وخاصة أهلنا وإخواننا ومواطنين على مستوى البليدة، أن يأخذوا هذا الأمر بجدية حتى تنخفض عدد الحالات، وحتى لا نصل إلى مستوى لا ساتوراسيون نتاع المؤسسات المستشفيات.
بما يخص تسخير المصانع العمومية، أنا أقول أنه اليوم نحن في وباء وطني يمس كل الوطن، يعني يفترض أنه الجميع، كل من يملك طاقة إنتاجية، كل من يملك مصنع صغير أو كبير، ممكن أن يساهم في تصنيع كل المواد التي يحتاجها المواطن، سواء العلاجية أو الوقائية، ونقصد بالوقائية هي بافات وليغون ومواد التعقيم. أعتقد أنه من صلاحيات وزارة الصناعة والحكومة الجزائرية ورئيس الجمهورية أنهم يسخروا الجميع، لأنه لا ننسى أنه هذا وباء وطني، وأن كل المؤسسات الاقتصادية هي مؤسسات تسمى دو دووا أجيريان، هي جزائرية، فبالتالي اليوم هي تضع نفسها، أعتقد أنه تضع نفسها تحت تصرف الحكومة الجزائرية حتى تساهم في توفير كل ما يحتاجه الوطن، كل ما تحتاجه الحكومة، كل ما يحتاجه المواطنين، كل ما تحتاجه مستشفياتنا من مواد علاجية ومن مواد التعقيم. طيب هل ربما في حالة رفعها يعني قدراتها الإنتاجية، هل ستكفي ربما لتغطية كافة الاحتياجات، أم أنها ستقلل فقط؟ الصيدلة لوحدها لا يمكنها أن تغطي حاجيات الوطن، لا يمكنها أبدا مطلقا، يعني لأنه كل الذين اليوم نتكلم على مواد التعقيم، مواد التعقيم يعني الذين يملكون الماكينات التي متعودين يصنعوا بها الشراب مثلا، ممكن يحولوها إلى تصنيع الجل هذا، وهناك كذلك صناعات أخرى تاع جماعة الديتاج وغيرهم اللي كانوا متعودين يصنعوا الجل، ربما يخصصوا الآن وحداتهم إلى صناعة الجل. اليوم شركات دواء لا نعرف إلا صيدلة الآن بدأت تصنع الجل، وهناك شركتين زوج شركات أخرى، لكن الطاقات الإنتاجية محدودة جدا ولا يمكنها تغطية كل الحاجيات. أنا أعتقد أنه وباء وطني يمس كل الوباء كل الوطن، فبالتالي من صلاحيات، أقول وأكرر وأعيد، رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية ووزير الصناعة أن يسخروا كل الطاقات الإنتاجية لتوفير كل ما يحتاجه المواطن والطبيب والصيدلي، حتى نكون في حملة وطنية لمواجهة هذا الوباء الوطني. نحن نتكلم اليوم كوطن، والمواطنين المقيوسين هناك مجموعة من المواطنين هم في مواجهة هذا الوباء، لهم أطباء والشركة الطبية وغيرهم، وهناك كذلك رجال النظافة، وهناك كذلك رجال الحماية المدنية. الحاجيات اليوم هي حاجيات كبيرة وكبيرة جدا، الحاجيات كبيرة جدا، لكن أيضا فيها الكثير من المعلومات التي تتحدث عن نقص في المحاليل المتعلقة بإجراء تحاليل الإصابة وتشخيص الإصابة، فيه أيضا ربما تساؤلات حول إمكانية أو تواجد المادة الأولية المخصصة لصناعة وسائل الوقاية وغيرها، ربما في هذه الحالة عندما نكيف هذه المؤسسات، هل يمكننا ربما تعويض هذا الفارق؟ أكيد. لو بسطنا الإجراءات التراخيص التي يجب أنك تحصل عليها باش تبدأ تصنع هذه المواد التعقيم، لو بسطناها أكيد أننا سنصل قريبا إلى صناعة كل ما يحتاجه الوطن. فيما يخص الآن ديبيستاج اليوم المخول الوحيد الذي يملك الوسائل، الجهة الوحيدة هي معهد باستور، ومعهد باستور لا يمكنه ربما إجراء أكثر من 100 تحليل يوميا، هذه هي الطاقة تاعه. إعطاء تراخيص أو إعطاء الإذن للمخابر الموجودة في الجزائر أنها تجيب تشتري هذه الآلات وتشتري هذا التست هذوما، ممكن أن يساهم كذلك في تعميم نوعا ما عملية الديبيستاج هذا. سيدي الكريم، اليوم أنا أقول وأكرر وأعيد، الوباء وطني، على رئيس، على الحكومة، على وزير الصناعة، على وزير الصحة، النظر إلى الجزائر وما موجود فيها من طاقات إنتاجية وهي موجودة، حتى نحركها جميعا ونبدأ بتسهيل عملية التراخيص حتى نجيب المواد الأولية، وإذا جات المواد الأولية فأعتقد أنه ما يتوفر لدينا من طاقات إنتاجية خاصة وعامة، لأن العام القطاع العام وحده لا يكفي، القطاع الخاص ربما هنا متطور أكثر من القطاع العام،
اذا تكلمنا على صيدا اللي هي مصنع واحد، القطاع الخاص هنا 99 مصنع، يعني ازيد من 100 مصنع قطاع خاص. فبالتالي اليوم لا نتكلم قطاع عام وقطاع خاص، وانما نتكلم كقطاع وطني يساهم في محاربه هذا الوباء الوطني بايادي وطنيه. يعني الامر ربما هو بحاجه الى استراتيجيه اوسع واشمل من مجرد يعني تكييف نشاط مؤسسات عموميه، يعني اليوم بحاجه الى ادماج ايضا الخواص ضمن استراتيجيه تتعلق بالمرحله الحاليه. اعتقد انه هذا الوباء دفع الجميع، حتى الخواص الان عم يحاولوا يدخلوا في هذه العمليه، يعني حتى اللي ما كانش عنده الماكينات لتصنع اشجار الان حاب يدخل فيها باش يساهم. لكن هناك صعوبات في ايجاد الماكينات، هناك صعوبات في ايجاد المواد الاوليه، هناك صعوبات كذلك في تعديل اللوجيستيكومات، يعني الان اضافه هذا النشاط بالسجل التجاري تاعك باش انت تستطيع انك تصنع هذا الجيل او غيره من المعقمات يحتاج كذلك الى تسهيلات. سيد الكريم، هناك مجموعه وطنيه متخصصه في مجال الدواء ومجال الكوسميتيك ومجال الديتيرجون، بامكانهم انهم يسخروا جزء من طاقاتهم الانتاجيه لتوفير ما تحتاجه الجزائر من معقمات ومن مواد تعقيم وغيرها. فقط وضع على الطاوله الطاقات الانتاجيه الموجوده العامه والخاصه، والخاصه هي اكثر من العامه، والخواص ابدوا استعدادهم، يعني انا كثير من الخواص اليوم حابين يساهموا في هذه العمليه، لكن تكون ضمن استراتيجيه حتى لا نذهب جميعا الى صنع الشال والمعقمات ونفس الدواء. استاذ عروج يبقى معي فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. طبعا أعود إليك دكتور مراد عروج فيما يتعلق باحتمالية أو إمكانية تطبيق الحجر الصحي على بعض الولايات التسعة، ربما هل تشكل مثل هذه القرارات مقدمة لتطبيق حجر شامل، بالرغم يعني ما قيل على أنه الحجر الشامل على الولايات التي انتشر فيها الوباء جاء متأخرا؟ شوف سيدي الكريم، انا في مشاهدات سابقه في قناتكم مثلا كنت دائما اقول ان نعتبر هذا الفيروس خطير وخطير جدا، ولا يمكن حصره في منطقه جغرافيه ولا يمكن السيطره عليه، وقلت انه بما اننا نملك منظومه صحيه نوعا ما ضعيفه ووعينا يومها كان نوعا ما ضعيف والتزام المواطنين كان كذلك ضعيف، قلت لابد ان نضع انفسنا وكاننا في وباء وطني، وكان هذا الوباء قاس كل الولايات، وكأن هذا الوباء قتل كثير من الجزائريين، حتى لما نعمل سيناريو صعب ونعمل استراتيجية لمواجهة هذا السيناريو الصعب نكون يومها قد خففنا من أضرار هذا الوباء. فبالتالي أنا أقول أنه قد نصل لا قدر الله إلى حجر صحي لتسع ولايات، وقد نصل إلى ربما كل الولايات، لأنه الأعداد الجديدة هي في تزايد. كنا في القمة في 50، الآن وصلنا إلى 70، كانت الوفيات واحد يوميا، الآن اليوم وصلنا إلى 4، ولا ندري يعني لا ندري كم عدد أشخاص المصابين في الولايات، لأنه ما عندناش ديبيستاج بو تو الموند، نحن نعمل الديبيستاج للناس لم يجوا للمستشفى وعندهم بعض الأعراض، يعني لم نوسع الديبيستاج إلى كل الناس أو كل الطواقم الطبية والسلك الطبي اللي عم يشتغلوا أو كل عمال النظافة أو كل عمال الحماية المدنية. فبالتالي الديبيستاج اللي نعملوها على الأشخاص لم يجوا إلى المستشفى ربما وعندهم بعض الأعراض التي تخبرنا بانه ممكن هذا الشخص عنده مرض كورونا. فبالتالي سيدي الكريم، نرجع الى الجماعه، ننبه اخواننا المواطنين وشعبنا الكريم، يا جماعه الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه، الالتزام بالتوجيهات اللي صدرتها الحكومه، وهي الابتعاد عن بعضنا، وهي استعمال الصابون والماء واستعمال المواد المطهره وغيرها. ثم في بدايه الاعراض يا جماعه روحوا المستشفى، ما تهاونوش، لانه عدد الموتى المرتفع في الجزائر سببه في اعتقادي وانا دكتور، في اعتقادي انه المرضى الجزائريين ما يروحوش للمستشفى الا اذا ساءت وضعيتهم، يعني
يعني ما راحوش في مرحلة متقدمة بحيث أنه يسمحوا للطاقم الطبي أن يعالجهم. طيب. يعني راحوا لما صعب عليهم المرض فبالتالي استحال أنهم يعالجون. شكرا جزيلا لك دكتور مراد عروج على مشاركتك معنا اليوم. شكرا بارك الله فيك. طيب ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني والمتعلق بالمخطط الحكومي للتكفل بمخلفات الحجر الصحي. طبعا الحكومة كانت قد أعلنت يوم أمس عن وضع مخطط أو نظام تعبئة على مستوى البلديات والأحياء، طبعا هذا لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحجر الصحي. طبعا من بين هذه الأهداف هذا المخطط هو إحصاء الأسر المعوزة وأولئك الذين يحتاجون إلى الدعم، مساعدة السلطات العمومية في توزيع المساعدات، طبعا إبلاغ السلطات المحلية باهتمامات واحتياجات السكان المعنيين. كل هذا ربما سيكون بالتنسيق ما بين البلدية وأيضا التنسيق ما بين لجان على مستوى الأحياء وما بين أيضا يعني جمعيات المجتمع المدني. طبعا مشاهدينا للحديث على هذا الموضوع سعد كثيرا باستضافة عبر خدمة سكايب الأستاذ الصحفي محمد دلومي. أهلا بك. أهلا ضياء، مساء الخير. مساء النور. ربما فيما يتعلق بهذه هذا المخطط ربما هل يجيب على الكثير من التساؤلات، خصوصا فيما يتعلق بوضعية الكثير من الأسر المعوزة وحتى وضعية ربما بعض أفراد الأسر الذين يعني أصحاب المهن التي يشتغلون فيها مقابل أجر يومي، يعني هل يمكن أن يجيب في حال طبق فعليا على أرضية الميدان ويحل هذه الإشكاليات؟ فعلا هناك مشكلة فيما يخص الأسر أو الأفراد الذين يشتغلون في أعمال حرة. يعني لما الحكومة تحدثت عن الحجر المنزلي أو الحجر الصحي وتكفلت بدفع مستحقات الموظفين والعمال في الشركات، لكن هناك إشكاليات تتعلق بالذين يشتغلون في أعمال حرة. الكثير من الأسر تعيل نفسها من الأسواق الفوضوية، مع الأسف هي منتشرة بكثرة، لكن هناك بعض البلديات استبقت قرارات الحكومة. مثلا الأسبوع الماضي أنا حضرت شخصيا لقاء في بلدية الغاية، هنا اجتمع رئيس بلدية الغاية بلجان الأحياء وأيضا بفرق الكشافة ولجان الأحياء من أجل وضع خطة لتكفل بها هذه الأسر. طيب لكن الحديث عن لجان الأحياء ربما يعني فيه الكثير من المناطق عبر مستوى الوطن ربما لا توجد لجنة حي بالمعنى الحقيقي، يعني حتى مفهوم أنه الحي تكون فيه لجنة ربما يغيب. الآن الكثير من الأحياء من الشباب تم تنظيم أنفسهم في من خلال بين قوسين لجان إغاثة مستقلة دون يعني حتى دون اعتماد. أنت تعرف في الأحياء خاصة الأحياء الشعبية الناس تعرف بعضها بعض، تعرف الأسر المعوزة، تعرف الفقراء، تعرف المسنين. ربما الإشكالية هي تتعلق بالقرى المعزولة وبالأحياء البعيدة التي لا تقع في المدن. هنا يجب على الدولة أن تتدخل من خلال مثلا في الهلال الأحمر. يعني الهلال الأحمر تقريبا في هذا الظرف الحساس هناك غياب شبه كلي لما يتعلق الأمور بالمساعدات في دول أخرى، نجد الهلال الأحمر يتحرك، لكن الآن هناك مناطق معزولة، الهلال الأحمر تقريبا غائب شبه كل غياب شبه كلي. بينما الأحياء أنا قلت لك في الكثير من الشباب نظموا أنفسهم باتصال من خلال التنسيق مع البلديات، من خلال التنسيق في الولايات. هناك تحرك قبل قرار الحكومة التي دعت له، وهذه خطوة طيب. محمودة انتظار خطوات أخرى. طيب أنتقل الآن إلى السيد علال بوتلجا رئيس المجلس
الشعبي لبلدية سيدي موسى، ويبدو بأن الاتصال لم يجهز بعد. ربما إلى أي مدى يمكن أن تكون تتمكن هذه الخطوة ربما من تحديد العائلات المعوزة على مستوى كل بلدية، أو حتى العائلات من يعني التي تأثرت بطريقة ما من خلال ما حدث ربما مؤخرا من إجراءات؟ لا ننسى ضياء أن البلديات لها إحصاءات قديمة تتعلق بالأسر التي كانت توزع عليها في السابق قفة رمضان، يعني يمكن إحصاء هذه الأسر تقريبا، هي معروفة وموجودة. ربما الإضافة الجديدة هي الأفراد أو العائلات التي كانت تعتمد على الأعمال الحرة والآن صارت بدون عمل. هذا الأمر ربما يتم التكفل به على مستوى البلديات من خلال معرفة الناس لبعضها البعض، من خلال وضع لجان من خلال أفراد ثقات يمكن الثقة فيهم، هم الذين يقدمون هذه العائلات، هم الذين يقومون بهذا الإحصاء، أو على الأقل لجان بلدية يمكن أن تحصي هذه الأسر من خلال تدقيق أو زيارة ميدانية إلى هذه البيوت وعمل تحقيق ميداني، يعني لا يكلف هذا الكثير، خاصة أنه في البلدية الناس تعرف بعضها بعض، والبلدية أيضا لها ملفات الكثير من هؤلاء الأسر المعوزة. الآن فقط يمكن أن تكمل هذا العمل من خلال تحقيق ميداني تتكفل به لجان من البلدية بالتنسيق مع لجان الأحياء، حتى ولو تكون لا يوجد لجان أحياء البلدية، يمكن التنسيق مع كبار الحي الذين يعرفون هذه الأسر. طيب أعود الآن إلى السيد علال بوتلجه رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي موسى، أهلا بك. ربما يعني لو تضعنا في صورة ربما الاستعدادات التي قمتم بها ربما استجابة لهذا المخطط، ربما هل تم الآن تنصيب هيئة يقظة على مستوى المجلس؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. احنا بالنسبة لنا كبلدية سيدي موسى انطلقنا مباشرة منذ ظهور البوادر الأولى لتفشي هذا الفيروس بإجراءات عملية مباشرة من خلال تنصيب خلية أزمة على مستوى البلدية. كانت في وهلة أولى عندها عدة مهام، لا سيما المهام المنوطة بالتعقيم والمهام المنوطة بالتكفل بالجانب الاجتماعي وكذا كل ما يدور حول الخدمة العمومية حتى تستمر وما توقفش الحياة. وبعدها بعد صدور التعليمات المتعاقبة، لا سيما آخر تعليمات السيد الوزير الأول اللي جات باش تخفف من وطأ الأزمة اللي ممكن تحدثها، يعني عملية ربما حجر صحي تام إذا كانت لازمة في مرحلة أخرى، أو الشيء اللي رانا نشاهدوه اليوم من خلال ربما في كثير من الأحيان صور نتاع تهافت نتاع مواطنين على مواد غذائية بعينها، وكذلك بدينا ربما في مرحلة ما راح نوصلوا إلى التأثر نتاع بعض العائلات من وطأة هذه العملية نتاع الغلق. طيب. احنا كبلدية تنفيذا للتعليم هذه قمنا بتنصيب خلايا على مستوى كل حي. هذه العملية تمت بالأمس. الخلايا هذه تتشكل أساسا من منتخبين اللي يكونوا يقطنوا بالحي هذا مع مواطنين اللي يمثلوا خصوصا الجمعيات الناشطة وكذا الهيئات اللي ربما تكون مثل الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر، وربطناها كذلك يعني في نظام هرمي مع كل ما أسمى هي مؤسسات صحية قريبة وكذا مواقع لتخزين المواد الغذائية في حالة وجودها حتى تسهل عملية التوزيع. والمهمة الأولى نتاع اللجان هذه واللي انطلقت اليوم هي إحصاء عائلات هذه اللي ممكن أنها تكون في مرحلة ما محتاجة للإعانة تاع الدولة حتى نوصل لها الإعانات هذه مباشرة على مستوى سكنتها. طيب ربما الكثير ينتقد الإحصاءات حول القوائم، ربما البعض يقول بأنها غير دقيقة، يعني كيف ربما سيتم تحيين أو هل سيتم تحيين الإحصاءات المتعلقة يعني بالمساعدات السابقة، وكيف سيتم ذلك الآن؟
والله شوف، إذا كان نتكلموا على انتقاد الجزائر أصبحت عندنا ثقافة للأسف انتقاد كل ما يتحرك، إلا أنه إحنا يعني كجماعة محلية نشوفوا أنه إحنا ملزمين أنه نواكب ونسير هذه الإجراءات اللي حطها وضعتها الحكومة، وإحنا في كل مرة نشارك لجان الأحياء ونشارك المجتمع المدني ونشارك المنتخبين اللي هم ممثلين الشعب حتى تكون أكبر قسط من المصداقية، وحتى أنه الإعانة هذه توصل لمستحقيها. إحنا عندنا العديد من المراجع في البلدية، المراجع هذه اللي متعلقة بالعائلات المعوزة، بالعائلات العديمة الدخل، بالعائلات الأيتام، بالعرامل، بالمطلقات، بالذوي الاحتياجات الخاصة. كل هذه مراجع احنا نستند عليها زيادة على التحقيقات الميدانية والمعلومات اللي نستقيها من لجان الأحياء هذه، ونستقيها خصوصا من الخلايا هذه اللي بدأت تعمل بالتواصل مع يعني كما جاء في التعليم مع المواطنين اللي عندهم يعني مستوى مقبول في المجتمع وعندهم الاحترام. وهذا كامل نظن هذا العمل يرجع للضمير نتاع كل واحد ومستوى الالتزام نتاعه. ولكن يعني نتكلموا على هفوات ولا اخطاء ولا امور استثنائيه وقعت هنا ولا او هناك، هذا انا ما نظنش باللي لازم تصبح قاعده. القاعده هو انه نعمل جميعا على تجاوز المرحله يعني بسكينه وبهدوء. طيب. وباش نعطيوا الازمه الصحيه هذه الجانب الصحي نتاعها. طيب. وما نبقاوش نحاولوا نحولوها الى ازمه غذائيه. طيب. اللي هي مفتعله ولا وجود لها. ربما كسؤال أخير فيما يتعلق بهيئة اليقظة، ربما عادة مما تتكون، يعني هل من الممكن أن تشمل أيضا حتى أطباء متطوعين أو؟ إحنا هيئة اليقظة يعني في الأصل يعني هي متشكلة من رئيس المجلس الشعبي البلدي اللي يرأسها السيد الأمين العام والسادة نواب ومندوبي الأحياء نتاع المجلس الشعبي البلدي، زيادة على كل المصالح البلدية المختصة اللي هي مصلحة الوقاية الصحية، المكتب الصحة والوقاية تاع البلدية، مصلحة البيئة، مصالح التقنية اللازمة اللي هي كذلك عندها دور كبير في العملية هذه بحد ذاتها، خصوصا كل ما يتعلق بتوفير الأساسيات للناس واستمرارية في الخدمة العمومية. من بعد إذا كان ظهر أنه داخل المجتمع كاين أطباء يعني متطوعين أو ناس اللي يقدروا يقدموا إضافة للجان تاع اليقظة هذه، احنا أكيد أنه متفتحين على كل مسعى أو مبادرة اللي يجي من خارج اللجنة هذه حتى نستفادوا منها. زيادة على ذلك شكرا. الجمعيات تاع الأحياء ولجان الأحياء والجمعيات المحلية راهي ممثلة، وإحنا يعني في إطار العمل تاعنا اليومي منذ بداية يعني هذا الانتشار تاع الوباء كاين عمل راهو يندار ميدانيا من خلال التطوع تاع الناس لتعقيم الأحياء لتوزيع المواد الغذائية للمحتاجين. كاين الكثير من الأوجه الإيجابية اللي خلقتها هذه الأزمة، ولا نقدر نسميها أزمة يعني ما بين قوسين، اللي خلقت هذه الوضعية الجديدة، وإن شاء الله هذه الصور شكرا. الإيجابية راح نعملوا عليها ونطوروها ونكملوها ونركبوها إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد علي البوتلجا رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي موسى. شكرا أيضا ل الأستاذ محمد اللومي على مشاركته معنا أيضا. الشكر لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم غدا إلى اللقاء.